بسم الله الرحمن الرحيم. المقطع السابق ناقشنا به كيفية تحديد أو إيجاد الدائرة المكافئة للمايكرويف ترانسميشن لاين وكيفية وأهمية إيجاد مقدار قيمة الزيت نوت. هذا المقطع خلي نوجد به الترانسميشن إكويشنز أو الويف إكويشن أو ترانسميشن لاين. طبعا أهمية هذه الإكويشنز هذه المعادلات أنه بعد ما أنه أنا أشتقها أو أعرفها راح أكون قادر على أنه أولاً أحدد مثلاً البروبيجيشن كونستانت، أقدر أحدد مقدار قيمة الاتينويشن كونستانت، الفيز كونستانت. هذه المعادلات هي اللي راح تساعدني في إيجاد البارامترات المهمة خلال عملية تحليل الترانسميشن لاين. طيب اعتمادنا على يعني المعادلات راح أشتقها بالاعتماد عليها من على الدائرة المكافئة، فبالتالي خلي أعيد كتابة هسه أولاً الدائرة المكافئة وأبدي بالاشتقاق. الدائرة المكافئة كان عندي مقاومة توالي مع ملف، عندي هنا متسعة بالتوازي مع توصيلية، وعندي هنا هذه طرفي دائرة ما انتبه هذا الشكل. زين، عناصر الدائرة طبعا هذه هي الـ R في دلتا Z، هذه L في دلتا Z، هنا عندنا C في دلتا Z، وعندي هذه هي الـ G في دلتا Z. طبعا دلتا Z من وين جاية؟ مثل ما ذكرنا في المقطع السابق انه احنا ناخذ مقطع من الطول الكلي للترانسميشن لاين، جاي افترض ان الطول ما تبي تجهز الدايركشن، فبالتالي هذا المقطع هذا السيجمنت هي دلتا زد. طيب راح افترض هسه اللي هنا انه مقدار قيمه الفولتيه في هذا الجانب هي في 1، ومقدار قيمه الفولتيه في هذا الجانب هي في 2، وطبعا الفي 1 هي دائما راح تكون هي اعلى من مقدار قيمه الفي 2 باعتبار انه خلال الانتقال انه راح يصير عندي هنا فولتج دروب خلال المقاومه والملف، فبالتالي مقدار قيمه الفي 2 تكون هي دائما اقل من مقدار قيمه الفي 1. هذه واحد. زين راح افترض التيار اللي مار هنا هو اي 1 والتيار اللي واصل لهنا هو اي 2. هنا نفس الكلام، عندي نقطه مهمه لازم انتبه لها انه مقدار قيمه التيار اي 2 هو دائما اقل من مقدار قيمه الاي 1 بسبب الدروب اللي جاي يصير عندي في المتسعه وفي مقدار قيمه بالمتوصيه بالجي. زين فبالتالي هذول النقطتين لازم انه اخليهم في بالنا انه دائما عندي في 1 اكبر من في 2 وقيمه الاي 1 هو اكبر من الاي 2. طيب هسه باستخدام قوانين كيرشوف راح ابدي باشتقاق المعادلات مالتنا. زين راح ابدي نقول هسه هنا باي كيرشوف فولتج لو راح يكون عندي مقدار قيمه الفولتج دروب، مقدار قيمه الفولتج دروب اكروس ترانسميشن لاين يعطى بالمعادله التاليه. شنو المعادله؟ راح يكون عندي مقدار قيمه التغير بالفولتيه هو يساوي لي مقدار قيمه الفي 2 ناقص قيمه الفي 1، ويساوي بما انه ذكرنا انه الفي 2 هي اقل من الفي 1 اذا راح يكون عندي ناقص اكتبها بدلاله التيارات هي مقدار قيمه الاي 1 في مقدار قيمه المقاومه ار دلتا زد في مقدار قيمه الاي 1 زائد الفولتج روب اللي هنا عندي اللي هو L دلتا Z في مشتقة الـ I1 نسبة المن إلى الزمن. هذا المعادلة خلي أرتب هذه المعادلة باعتبار عندي دلتا Z مشترك، خلي أطلعها راح يكون عندنا دلتا V إلى دلتا Z راح يكون مساوي إلى ناقص R زائد L في D إلى DT الكل I1. هسه هذه المعادله رقم واحد، هذه معادله رقم واحد. زين خلي انتقل من تطبيق قانون كيرشوف للتيارات، نقول باي كيرشوف كرنت لو باعتبار قلنا هنا راح يصير عندي كرنت دروب. زين فبالتالي مقدار قيمه الكرنت دروب اكروس ترانسميشن لاين راح يكون عندي مقدار قيمه التغير في التيار هو يساوي مقدار قيمة الاي 2 ناقص الاي 1، ونفس الكلام بما انه الاي 2 هو اقل من الاي 1 اذا راح يكون عندي اشارة سالبة سالب مقدار قيمة التيار اللي هو عندي مقدار قيمة التيار اللي ناتج عندنا من مقدار قيمة الـ عندي السي تيار المتسعة اللي هو اقدر اكتبه هو عبارة عن سي دلتا زد في مشتقة فولتية يا فولتية فولتية ثانية دي في 2 الى دي تي زائد عندي اللي هنا مقدار قيمة التيار راح يكون عندنا زائد مقدار قيمة التيار اللي راح يكون عندي هو عبارة عن جي دلتا زد في مقدار قيمة الفيتو.
اوكي. نعم نفس الكلام معي ترتيب المعادله هذه، عندي مشترك اللي هو دلتا زد، راح يصير عندي دلتا اي الى دلتا زد تساوي عندي ناقص هذه الاشاره السالبه جي زائد سي دي الى دي تي في مقدار قيمه المشترك اللي هو من مقدار قيمه الفي 2. اوكي، صار عندي هذه المعادله رقم 2، فصار عندي هسه هنا معادلتين. طيب هذول المعادلتين هسه المعادله 1 والمعادله 2 اقدر اعيد انه ترتيبهم بدلاله الفولتيه والتيار، فراح يكون هنا نقول انه باي ري ارينج كويشن 1 اند كويشن 2، نقول باي ري ارينج كويشن 1 اند 2 بدلاله ان في اند اي، راح تصير المعادلات مالتنا بالشكل التالي، انه مشتقة الفولتية نسبة للزد راح تكون مساوية الى سالب ار زائد ال دي الى دي تي الكل في مقدار قيمة الاي، والمعادلة الثانية راح تكون هي تغير التيار مع الزد تساوي سالب جي زائد سي دي الى دي تي في مقدار قيمة الفي. هذول المعادلتين هسه صارت. طيب هسه هذول المعادلتين اقدر احليهم بدلاله مقدار قيمه الجي اوميجا. الفرضيه مالتنا نقول باي عن طريق تعويض، راح افترض انه خلينا نفترض انه المشتقه مالت دي دي تي هي تمثل لي مقدار قيمه الجي اوميجا، اعوضها بهذا الشكل بهذه المعادلتين، فايش راح يصير عندي؟ تي في الى دي تي راح تكون هي ناقص ار زائد عندي ال، هذه هنا راح تكون عندي هذا المقدار جي اوميجا، يصير عندي جي اوميجا ال مضروب في مقدار قيمه الاي، وعندي دي اي الى دي تي راح يكون هو سالب جي زائد نفس الكلام هو جي اوميجا سي في مقدار قيمه الفي. هذول المعادلتين راح اسمي هذه المعادله خلينا نسميها اي، هذه المعادله خلينا نسميها بي. هسه هذول المعادلتين الاثنين عن طريقهم راح ابدي بايجاد الويف ايكويشنز. الويف ايكويشنز هم المعادلات الاساسيه اللي على اساسها راح ابدي بالتحليل. زين الويف ايكويشن لازم انتبه لنقطه انه يمكن ايجاد الويف ايكويشن بدلاله التيار او بدلاله الفولتيه، تعتمد على من الاختيار لك انه او حسب منطوق السؤال او حسب المعلومات المتوفره من السؤال، فبالتالي انا اقدر اكتب الويف ايكويشن بدلاله الفولتيه او بدلاله التيار. هسه هذول المعادلتين راح ابدي هسه بايجاد الويف ايكويشن عن طريق اشتقاق المعادله الاولى. إذا اشتقيت المعادلة الأولى راح يصير عندي دي سكوير في إلى دي تي سكوير يساوي سالب ار زائد جي أوميجا ال في دي اي إلى دي تي. هذه راح تكون هسه عندنا المعادلة الأولى بثبوت باعتبار أنه مقدار قيمة الار والجي أوميجا نتعامل وياه على أساس أنه هو عبارة عن كونستانت. طيب هذه المعادلة الأولى إذا انتبه عليها تكون بدلالة منه؟ دي اي الى دي تي. الدي اي الى دي تي عندي هو المعادلة رقم 2، فبالتالي اذا عوضت هسه عن مقدار قيمة الدي اي الى دي تي راح يصير عندي هنا انه مقدار قيمة الدي سكوير في الى دي تي سكوير يساوي سالب سالب في سالب راح يصير عندي موجب ار زائد جي اوميجا ال مضروبة في جي زائد جي اوميجا سي بهذا الشكل، زين مضروب في مقدار قيمة مضروب في مقدار قيمة الفي. هذه المعادلة خليها اسميها سي، هذه هي تمثل مقدار قيمة الويف ايكويشن مالتنا. زين بنفس الاسلوب هسه اذا اريد مثلا هنا انه مقدار قيمة الدي في الى دي تي، خلي ارتبها هسه هذه المعادلة، نقول انه مقدار قيمة الدي سكوير في الى دي تي سكوير تساوي لي جاما سكوير في مقدار قيمة الفي. زين الجاما سكوير هو يمثل هذا بالمقارنة، هذا المقدار هو يمثل مقدار قيمة الجاما سكوير، وهذا الجاما سكوير زين إذا أخذ فقط جاما على حدة لوحدها، جاما هي تمثل مقدار قيمة البروبيجيشن كونستانت. نقول وير جاما يتمثل البروبيجيشن كونستانت. زين ومعادلتها شنو هي؟ أحد جذرها يصير جاما تساوي تحت الجذر آر زائد جي اوميجا ال في جي زائد جي اوميجا سي. اذا هسه حصلت على البارامتر الاول اللي هو يمثل مقدار قيمه البروبيجيشن كونستانت.
طيب هسه هذه هنا أنا عندي ملاحظة مهمة بعد ما حددنا البروبيجيشن كونستان. أرجع للمعادلة مالتنا هذه. هذه المعادلة هي تمثل معادلة الويف إكويشن. أولا هي معادلة من درجة ثانية، فبالتالي حل هذه المعادلة هو يمثل مقدار قيمة الويف إكويشن مالتنا يعني. زين هذه المعادلة هي اللي راح تحدد لي سلوك البروبيجيشن سيجنالز خلال الترانسميشن لاين مالك. طيب خلي هسه أولا خلي نكتب الحل لهذه المعادلة وبعدين نعلق عليها. هذه بما انه معادله من درجه ثانيه فالحل مالتها راح يكون بالشكل التالي. الحل مالتي راح يكون هو v تساوي هي v1 exponential ناقص جاما z زائد v2 exponential زائد جاما z. طيب هذا الحل هسه مالت المعادله مالتنا. خلي اعلق على هذه المعادله، خلي انتبه لي هنا هسه. اولا كل ما راح يزاد عندي مقدار قيمه z، هذا الحد راح يصير بيه نقصان بمقدار هذا الحد كله، راح ينقص بمقدار قيمة هذا المقدار بمقدار الزيادة في هذه الكمية، باعتبار أنه كل ما جاي يزداد عدي مقدار قيمة الترانسميشن ديستانس، باعتبار ذاته يتمثل الترانسميشن ديستانس، كل ما راح يزداد هذا الحد راح ينقص. بالمقابل هذا الحد كل ما راح يزداد عدي مقدار قيمة زد هذا الحد راح يزداد، فبالتالي هذا الانديكيشن يعطيني أنه هذا الحد هو يمثل مقدار قيمة الانسيدنت سيجنال، مثل مقدار قيمة الانسيدنت سيجنال، في حين هذا الحد هو يمثل الرفلكتد رفلكتد سيجنال. زين خلينا نوضح هذا على الترانسميشن لاين مالتي، خلينا نشوف شلون تأثير الانسيدنت ريفلكشن. راح افترض انه انا عندي هسه هذا هو الترانسميشن لاين مالتي، هنا عندنا اللود بهذا الشكل، هذه هي الفولتية اللي هنا الـ VN بهذا الجانب. زين راح افترض انه هذا الترانسميشن لاين الى كاركستريستيك امبيدنس زت نوت، وهنا عندنا زت لود. اوكي الاشاره مالتي هنا باعتبار انسيدنت راح تكون بهذا الشكل. زين وهذه هي تمثل الانسيدنت سيجنال، واللي معادلتها هي V1 اكسبونينشال ناقص الفا زت 1. زين بسبب انه هنا عدم التطابق اللي هو المس ماتشنج ما بين الزت نوت وما بين زت ار راح يصير عندي ريفلكتد، فهنا راح يكون عندي ريفلكتد بهذا الشكل بهذا الشكل. والمعادله هذه هنا تمثل مقدار قيمه الريفلكتد سيجنال، ومعادلتها اللي هي تمثل مقدار قيمه الفي 2 اكسبونينشال زائد جاما زت بهذا الشكل. طبعا المعادلة مالتنا يمكن نكتبها هنا، كتبناها بدلالة الفولتيات او اشتقيناها بدلالة الفولتيات باعتبار هو المعتاد، لكن نقدر نكتبها بدلالة التيارات. يعني اقدر اكتب المعادلة I تساوي لي I1 exponential ناقص gamma Z زائد مقدار قيمة الـ I2 exponential زائد gamma Z، وهم نفس الكلام هذا راح يكون هو عبارة عن الـ incidence signal راح يمثل الـ incident، وهذا راح يمثل مقدار قيمة الـ reflected. فصار عندي واضح هسه هنا كيفيه ايجاد مقدار قيمه الويف اكويشن، البارامترات اللي هو هنا البروبيجيشن كونستانس. على المقطع القادم راح ابدي باشتقاق وايجاد بقيه البارامترات المهمه اللي هي مثلا بروبيجيشن اتينويشن فيز زت نوت، كلها راح نشتقها ان شاء الله بالمقطع القادم.